كمان ان هي ما بتتقبلش النقد، لان منطقة الشارب عندها ايه؟ صغيرة، فما بتتقبلش ايه؟ النقد. طيب بنعرف منين ان هي ما تقبلش النقد؟ من المكان ده، والمكان بتاع الحاجب اللي هو في نص الحاجب هنا، المكان ده ما فيهوش شعر، حتى لو هي اصلا يعني الوجه ده دايما الحاجب بتاعه بيبقى نازل على العين، فهي اللي شالته علشان ان هي تبقى ايه، شخصية ودودة ولا مش ودودة. هي كانت ودودة قوي لو الشعر كان موجود، انما هي شالته فعشان ان هي ايه، تعدل من انتقائها. طيب كمان ان هي بتحب تجمع التفاصيل، وده بنعرفها من المكان ده، يعني هي نزع الشعر من المكان ده، ده بيعمل اسباب جديدة للوش، يعني بنحلله على وضعه، وده الجديد يعني ان احنا نحلل اي شخصية بناء على الوجه اللي قدامنا وتعبيرات الوجه اللي قدامنا. يعني لو في واحد رسم وشه بطريقة مش لذيذة فهو ده شخصيته دلوقتي، ليه؟ لانه هيعمل بشخصيته الحالية على الوضع اللي هو فيه دلوقتي. يعني لو هو مثلا في حاجة احنا مش عايزين بس نمثل على الصور دي، يعني هنبقى نشرح الحاجات دي على صور تانية علشان بس ايه، ما نسقش للشخصية. طيب هنا هي شخصية صريحة جدا، الصراحة اللي عندها دي احيانا بتبقى صدمة للناس اللي هي بتتعامل معاهم، ومن خطورة الصدمة دي بقى اللي هي ايه، اللي بيبقى الواحد ده صريح بزيادة قوي لدرجة انها بتقول كل اللي بتفكر فيه في دماغها للناس، يعني بتشارك افكارها مع الاخرين بسهولة، وده ممكن يخليها تخسر اصدقائها بسهولة، لانها ايه، لانها ما بتحافظش على مشاعر الاخرين بسبب ايه، بسبب ان هي بتتكلم ومش مركزة. ليه مش مركزة؟ لان العيون من هنا لهنا مسافة بعيدة فهي مش مركزة. طيب هنا الحواجب هي رسمهم قريبين، فده علشان الخصوصية، فطبعا هنا ايه، الخصوصية واضحة يعني.